السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبت لكم طريقة علاج تشققات البطن والترهلات بعد الولادة، طبعا من الأعشاب الطبية. تلجأ العديد من السيدات إلى مجموعة من المواد بهدف علاج تشققات البطن بعد الولادة بالأعشاب، وفيما يلي بيان لإبراز المواد الطبية والأعشاب التي من شأنها المساهمة في التغلب على هذه المشكلة. أولاً فيتامين A، يعرف هذا الفيتامين أيضاً بالريتون، وتمتاز الريتوندات بشكل عام بقدرتها على البشرة تبدو أكثر سلاسة وأكثر شباباً، كما يساهم في تحسين صحة البشرة وتحفيز زوال علامات التمدد، وهذا ما دفع العديد من الشركات لابتكار المنتجات التي تعتمد على هذه المادة. ويمكن استخدام فيتامين A بشكل موضعي أو عن طريق الفم. ثانياً السكر، قد يساهم فرك الجلد بالسكر في تقشير المنطقة وزوال التشققات الجلدية، ويتمثل ذلك بمزج كوب واحد من السكر مع ربع كوب من زيت اللوز أو زيت جوز الهند، وإضافة بعض العصير ليمون وإضافة بعض عصير الليمون، بحيث يتم فرك المزيج على جزء الجسم الظاهر به علامات التمدد. وينصح تكرار ذلك عدة مرات في الأسبوع أثناء الاستحمام، مع الحرص على أن تتراوح مدة الفرق بين 8 دقائق إلى 10 دقائق. الأوليفر يعني الصبار يمتلك خصائص تساهم في تعافي الجلد وتلطيف البشرة بشكل طبيعي، وهذا ما يجعل علاجه مثاليا للتشققات الجلدية. وفيما يتعلق بطريقة الاستخدام، فتتمثل بتطبيق الصبار النقي المستخلص من النبات على موضع علامات التمدد بشكل يومي بعد الاستحمام. حمض الهيرولين، هذا فيه له شرح كتير وفي طريقة ان شاء الله بنزلكم اياها كيف تصنعوا الحمض الهيرولونيك بالمنزل، طبعا ان شاء الله بالفيديوهات الجاية. هذا حمض الهيرولونيك يساعد في تحفيز انتاج الكولاجين، ويشير الى ان الكولاجين يمثل البروتين الموجود في البشرة والذي يسمح له بالحفاظ على شكلها وظهورها بصحة جيدة، ولكن ينخفض مستوى البروتين الكولاجين في الوجه والجسم مع التقدم في العمر. وفيما يتعلق بمصدر حمض الهيرولونيك، فيمكن الحصول عليه على شكل مستخلص ويتوافر في الصيدليات على هيئة كبسولات. رابعا زيت جوز الهند، يساهم زيت جوز الهند في تحفيز التئام الجلد وإخفاء الندوب وعلامة التمدد. أما عن آلية استخدامه، فيتمثل بتطبيق زيت جوز الهند على الجلد بشكل يومي، وفي هذا السياق يشير إلى أن زيت جوز الهند آمن بشكل عام لاستخدامه كوسيلة لعلاج تشققات البطن بعد الولادة بالأعشاب، ولكن يجدر عدم استخدامه في حال ظهور أي مؤشرات أو دلالات لامتلاك الشخص حساسية تجاهه. طبعا في علاجات تشقق البطن بالليزر، طبعا هي نحن ما لنا فيها خارج موضوعنا. طبعا نحن نحكي عن الوقاية من التشققات أثناء الحمل، طريقة الوقاية من التشققات أثناء الحمل. بعد التحدث عن علاجات تشقق البطن بعد الولادة بالأعشاب، لابد من الإشارة إلى إمكانية تفادي ظهور تشققات البطن أثناء الحمل، وفي هذا السياق يشار إلى أن وسائل التي سيتم ذكرها لاحقا تساهم في تقليل من ظهور تشققات قدر الامكان، اتباع نظام غذائي صحي غني بالمواد الغذائية المهمة لصحة الحامل. ثانيا استخدام الكريمات والمستحضرات التي من شأنها التقليل من إمكانية ظهور علامات التمدد خلال فترة الحمل. ثالثا مراقبة مدى زيادة الوزن، وفي هذا السياق يشار إلى أن زيادة الوزن أمر طبيعي خلال فترة الحمل، لكن يجب الحرص على أن تحدث الزيادة بشكل بطيء وبثبات وتجنب حدوث الزيادة الكبيرة في الوزن، طبعا تحت إشراف طبي. طبعا لهون كنا وصلت لنهاية الفيديو، لا تنسوا باللايك والاشتراك وانشروا المقطع لأصدقائكم حتى تعم الفائدة. اكتبوا لنا آراءكم بالتعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.